بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. إجابة النموذج الثالث إن شاء الله والرابع مع بعض، اللي هم في امتحانات الإنجليزي عشان الناس أمال تطلبهم. فهنبدأ إن شاء الله، ده نموذج إحنا نقلناه نقل يعني من كل من الامتحانات، نقلناه في الوورد يعني، تمام. والنموذج الثاني صور برضو زي ما أنتوا شفتوا الأول والثاني. The employee uses fast internet not to help him. طبعا انترنت ايه اللي احنا بناخدها، اللي هي موجوده في الوحده العاشره معانا، طبعا انترنت كونكشن، وصله نت سريعا، تمام. The employee اللي هو الموظف برضو نفس الجمله، هي نفس الجمله، لا خلاص هناخد اللي بعديها. If you want to make new friends، لو انت عاوز تعمل اصحاب جداد. You have to find people with the same، انت عاوز لازم تلاقي ناس بنفس الايه، عايز يقول لي بنفس الاهتمامات. فكلمة interesting دي معناها بشكل مهم أو بشكل مهتم يعني. interests هي اهتمامات، عشان كده هي الإجابة. interested يعني مهتم، و interesting يعني هام أو ممتع أو شيق زي ما احنا عارفين. he was very cheerful، هو كان مبتهج جدا. الجملة دي حليناها في كذا نموذج، عاوز عكس كلمة cheerful اللي هي مبتهج، عاوز ال opposite العكس بتاعها هيبقى sad اللي هي حزين. The latest news، أحدث الأخبار. The latest news، أحدث الأخبار. made him angry، خلته angry. angry طبعا يعني غضبان، خلته غضبان. طالما الأخبار خلته غضبان، I can see that he is، أنا أقدر أشوف إن هو إيه، furious ولا poorous ولا enormous ولا generous. طبعا furious الأولى دي اللي تدي معنى حانق أو غاضب. The attendant asked the plane passenger، الاتندنت اللي هو الراجل المضيف الجوي اللي هو بتاع الطيارة يعني، طلب من الراكب أو المسافر to enjoy، إن هو يستمتع بالإيه، طالما طيارة يبقى أكيد دي flight، flight اللي هي رحلة جوية، flight اللي هي رحلة جوية. My parents، والدي are talking loudly، بيتكلموا بصوت عالي. angrily وكمان بغضب. they have an، في عندهم ايه بقى، about family budget، عن الميزانية بتاعة الأسرة. طبعا في argument، argument جدال أو نقاش بصوت مرتفع. try to not driving in the city center in the rush hour، طبعا حاول انك انت مش عارف تعمل ايه، انك تسوق العربية في ساعة الذروة، يبقى هنا عايز الفعل avoid، يتجنب، حاول انك انت تتجنب القيادة في ساعة الذروة. avoid sitting in closed places، تجنب القيادة في الأماكن المقفولة. or you will not disease، الجلوس بقى، إنك أنت تقعد في الأماكن اللي مقفولة يعني، وإلا catch طبعا بيجي مع كلمة disease، catch disease اللي هي يصيبه المرض. نقط tickets تبع التذاكر يعني، التذاكر هنعمل لها ايه، بوكينج حجز ولا ميكينج ولا كاتينج ولا دوينج، طبعا بوك تيكت اللي هي يحجز تذكره. وي انجويد، استمتعنا. نقط فاكيشن، فاكيشن زي هوليداي، زي اجازه يعني. ذا هوتيل ووز فيري نايس، عطله او اجازه قضيناها في مكان، الفندق كان جميل، يبقى اور، انجويد اور، استمتعنا باجازتنا. اي ووز بليزد، انا كنت مسرور. في I was pleased when I heard دينا، لما سمعت دينا، قلنا الفعل hear بياخد بعديه I N G علشان يدل ان الحد شاف الحدث كله، يبقى ايه، وهي بتلعب الجدار. I can run faster، faster تاخد بعدها than عشان ال AR، يبقى هناخد than، faster than he can. نقط make noise because I want to sleep، طبعا don't علشان do، على اساس انه don't make، ما تعملش دوشة. نقط drinking too much بيبسي، طبعا هنا النقط في أول الكلام، فلازم تاخد stop الفعل في المصدر، stop drinking، توقف عن شرب. although نقط beautiful she isn't married، طبعا الكلام على she برضو يعني، ده تحس ان هو ابتدائي. although she، على الرغم من ان هي جميلة، هي ما اتجوزتش، يبقى الكلام عليها هي اصلا. القطعة الصغيرة بيقول لي it is very important، حاجة مهمة قوي، to get date before visiting someone، انك تاخد موعد قبل ما تزور شخص معين، ولا هتروح له كده مفاجئ يعني. نقط يو،
ايفر فيزيتد. طبعا هنا طالما جاب ايفر وفيزيتد يبقى ده زمن المضارع التام، والمضارع التام بيتكون من هاف او هاز زائد التصريف الثالث، يبقى هو هنا عايز هاف علشان يو جنب. هاف يو ايفر فيزيتد؟ هاف يو ايفر فيزيتد؟ تمام. هاو نقط وي ار، ممكن بقى هنا نقول هاو كايند، هاو فول، لا هاو فول يعني الى اي مدى احنا بنبقى احمقين لو رحنا من غير ميعاد، او ليزي كسولين كده يعني. When we go to someone while they are asleep، لو رحنا لحد وهو نايم يبقى احنا كده فول او ليزي. Not your friend and take permission، طبعا تيل اخبر، اخبر صديقك قبل ما تروح له، قبل ما تزوره. So that he can not you، he can هو يقدر ان هو يرحب بيك. تمام. القطعة الكبيرة موجودة بس مش موجود اسئلة عليها. تمام. الامتحان ده كان لحد القطعة بس. تمام، مش معايا بقى الأسئلة بتاعة القطع، معايا القطع بس. تمام، عشان كده هندخل على الامتحان اللي بعده. النموذج الرابع، الجملة دي حللناها كتير، اللي بيعمل أساس البيت ده هو الكاربينتر النجار. بعدين هنا بيقول لي my mother opinion، رأي ماما was not، so all of us supported here، يبقى رأي ماما كان ايه؟ كان confused ولا irrational ولا illogical ولا rational؟ اكيد كان عايزه تقول منطقي يعني. هتبقى الاجابه طبعا راشونال اللي هي الاخيره، اللي هي راي منطقي يعني، او عقلاني او راي رشيد يعني. وير از دينا، فين دينا؟ طبعا ان فرونت اوف، اتكررت برضو في كذا امتحان. منى انجويد هافينج نقط لانش ان ذا ريستورانت يسترداي، طبعا هناخد نو ارتكل، استمتعت بتناول الغداء، ما قلناش بقى اي غداء، ما حددناش، يبقى ناخد نو ارتكل. نقط بيوتيفول ذا دريس از، طبعا هاو بيوتيفول، الى اي مدى كان جميلا الفستان. وات ديد يو هاف نقط بريكفاست، برضو الجمله دي اتكررت كتير وخدنا فيها فور، انت عملت ايه على الفطار. The criminal، المجرم، was not to this for murdering many people، طبعا برضو حليناها sentenced يعني، الراجل نال جزاؤه. The dress برضو حليناها في امتحانات قبل كده، worn تم التصريف التالت طبعا، وقلنا ليه. القطع بقى بيقول لي water is the main source of life، المية هي المصدر الرئيسي للحياة. It's necessary for all people. All مهمة لكل الناس. Use fresh water، استخدموا مية عذبة. إن قلنا بقى ممكن نقول cooking أو drinking في الشرب كده يعني. The high dam has been built for، بني من أجل الماء. And نقط in time of need، and مثلا قلنا store ويخزنوها لوقت الحاجة. الجملة دي برضو لأ ما حلناهاش، دي جديدة. today's dish طبق النهارده كان وحش خالص، يبقى awful فظيع. البوليس arrested the suspect، البوليس قبض على المشتبه فيه. عايز المرادف بتاع كلمة arrested، arrested يبقى capture، ما هو عايز المعنى بتاعها مش عايز العكس يعني. تمام، لو عايز العكس يبقى set free. The elder sister talks to her younger brother، البنت الكبرى بتتكلم مع أختها الصغرى. Like a mother، زي الأم، لكن هي مش الأم طبعا. Doctors were able too late، الدكاترة كانوا متأخرين. To not the sick woman، علشان ياخدوا الست المرضى، يبقى to save علشان ينقذوها، الجملة دي متكررة. قطعة كمان، last week الأسبوع الماضي I saw a robbery، شفت سرقة in the street في الشارع. A man، رجل، a blue shirt، يبقى a man ممكن أقول إيه بقى؟ wore اللي هي الماضي، تمام؟ wore was trying، أو أجيب التصريف التالت برضو على إن هو الراجل اللي ارتدى، أو الراجل المرتدي، أخد worn علشان أقول الراجل اللي ارتدى، بس حذفت ضمير الوصل طبعا، تمام؟ يبقى ممكن اخد تصريف تالت، ممكن اخد الماضي. A blue shirt was trying to break into a shop، عاوز يقتحم المحل. لحسن الحظ there مش باينه بقى دي. There was a policeman، كان في رجل شرطه. At the end of the street، at the في نهايه الشارع.
هي نقط ذا سيف يبقى اند كوت هيم، يبقى ممكن اقول ارستد، قبض عليه و مسكه يعني. ذا سيف نقط ووز هايدنج بيهايند ذا بيلدينج. ذا سيف بقى ذا سيف هي دي، لو بنت دي هتبين لنا الكلام. هنديها ضمير وصل ونقول هو اللص اللي كان مستخبي تقريبا خلف المبنى، اترعب والبوليس قبض عليه. قطعة بتتكلم عن حقوق الإنسان. فالسؤال بيقول لي هل تعتقد ان السوشياليت الايه، هل تعتقد ان السوسايتيز المجتمعات، هل تعتقد ان المجتمعات سوف تساعد في رفاهية الاطفال؟ ممكن اقول ايوه، يعني هي طالما كده بتتكلم عن يعني الاطفال والمجتمع، يبقى هتبقى قطعة سهلة يعني، علشان بس ما نضيعش الوقت فيها. هتبقى سهلة ان شاء الله يعني، الكلام فاضي. طبعا دي اقدر اجاوبها من غير ما اقرا القطعة، انا ما قريتهاش اصلا. بس في هنا بيقول لي اهو المجتمع سوف يشارك في ارتفاع التطور، معيار التطور يعني، معايير التطور وظروف المجتمع او الاجيال في المستقبل. ممكن اقول ده الدليل، هقول يس واقول ده تمام. طيب خلاص كده انتهى الرابع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.